ما لبثت عائله برقان ان شيدت وقطنت منزلها الواقع في حي وادي ياصول جنوب المسجد الاقصى حتى استفاقت لتجده اليوم ركاما فبين ليله وضحاها بغتت الاليات الاسرائيليه الحيه لتنفذ قرار هدم المنزل بذريعه عدم الترخيص في حين رفضت بلديه الاحتلال على مدار اعوام منح ترخيص البناء للعائله والحي باكمله بحجه انها اراضي خضراء يمنع البناء عليها ولا حطوا على البنايه انه في ورقه كمان كم يوم نجي نهدل لك مثلا او شغلات زي هيك ما شفت حالي الا مفاجاه كل هذا فجائيه جد اكثر من خمسة خم... اكثر من 5000 جندي كان في المنطقه هون كلياتها على انه يصير هذا الشيء كل مره بنقدم للترخيص وبرفضوه عدة مرات قدمنا ترخيص وبرضه بيفرضوه من قبل البلديه تبعتهم هم هو يعني انا بحاول إنه احاول إنه اسوي مع ترخيص وامشي بالامور زي هاي مش يعطوني أما عائلة الشواكي فتصارع هي أيضا قلق الهدم المفاجئ وكابوس التهجير بعد أن رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية طلب الاستئناف لها ولأربعة بيوت في الحي ذاته كانت قد سلمتهم قرارا بهدم منشآتهم السكنية وسط إخطار مرتقب بنسف الحي كاملا بأربعة وثمانين منزلا فلسطينية للأسف ما في عدل في الدولة هاي هي دولة عنجهية وفاشية بتعطي قرار هدم للبيوت بنستأنف للمحكمة المركزية نتفاجئ المحكمة المركزية بعد أسبوع بتعطينا تثبيت لقرار المحكمة البلدية ارتفعنا لمحكمة المحكمة المحكمة العليا المحكمة العليا بأسرع من البرق بعد بأقل من 24 ساعة تثبت قرار الهدم وتلغي قرار التمديد لأي بيت لاحق زهاء 500 فلسطيني في الحي مهددون بالترحيل مقابل اتمام بلديه الاحتلال مخطط الحدائق الطبيعيه غابه السلام بعد طردهم في وقت اوصت المحكمه الاسرائيليه بالابقاء على المستوطنات الواقعه في المنطقه ذاتها وسمحت لجمعيه العاد الاستيطانيه باقامه المشاريع السياحيه. الخطة الأولى هدم 66 منزل ثم جزء آخر حتى يصل إلى 120 أنه يريد أن يقيم في تلك المنطقة مشروع تهويدي ومن ثم فنادق للمستوطنين لجلب مزيد من المستوطنين ومن ثم إقامة طريق من وادي يصول إلى باب المغاربة لتسهيل وصول المستوطنين وغلاة المتطرفين من اليهود داخل حالة البراق إلى المسجد الأقصى المبارك وزارة شؤون القدس ناشدت المجتمع الدولي ومنظماته إلى التدخل العاجل للحد من سياسات الاحتلال بحق المقدسيين لا سيما التطهير العرقي مشيرة إلى أن ما يحدث بوادي ياصول ترجمة للقانون العنصري الذي يتيح للمستوطنين فقط التوسع في العاصمة ويحرم الفلسطينيين من أي وجود فيها لم تعد تكتفي بلديه الاحتلال من هدم بيت او تهجير عائله مقدسيه هنا او هناك في القدس بل تمادت بسياساتها العنصريه لتصل حد اقتلاع احياء عربية بأكملها تنسف بها عشرات المنازل وتهجر مئات الفلسطينيين دفعة واحدة لتستبدل هذه البيوت بمخططات تهويديه تقيمها فوق انقاض واحلام توجت بشق الانفس لبرنامج القدس ياسمين اسعد قناه الغد القدس المحتله.